أبرز أسطورتين في تاريخ إفريقيا لتنس الطاولة هما عمر عصر وأرونا كوادري النيجيري. انتوا الاثنين اخدتوا 5 اولمبياد من قبل كده يعني، ورغم قوه المنافسه دي لكنكم اصدقاء جدا. ازاي بقى بتحافظوا على قوه الصداقه دي ما بينكم رغم المنافسه القويه جدا ما بينكم؟ شوف، على المستوى الشخصي انا ارونا بالنسبه لي بشوف ان هو قصه نجاح قبل ما يكون لاعب تنس طاوله. هو راجل بدا بامكانيات ضعيفه جدا جدا في نيجيريا في ليكوس، وبعد كده انتقل هو وعيلته الى الاحتراف بره. انا من اوائل معجبينه، يعني دايما بقول له انا معجب باللي انت بتقدمه، ومعجب ان انت واخد علم بلدك للمحافل الكبيرة دي. وهو دمه خفيف، انا بحبه جدا يعني، هو دمه خفيف وقعدته حلوة. حتى احنا كمان على المستوى العائلي صحاب يعني. مراته مثلا، مراتي ساعات نخرج مع بعض، ساعات صديق عندي في البيت، رحت عنده البيت في البرتغال وعايش في لشبونة. فيعني انا بحبه جدا بصراحه، وكنت بجد يعني مش كلام للكاميرا والله، بس هو فعلا انا كنت قلقان لما هو وقع على الارض في الماتش النهائي. عشان كده بقى كنت بتكلم على حته الصداقه دي، ظهرت طبعا ما عادتش غريبه في اللقطه بتاعه المباراه النهائيه في بطوله افريقيا الاخيره، ولما تعرض هو لاصابه وانت يعني رحت طمنت عليه، ده طبيعي. انما ان انت ما ترضاش بقى تلعب على مكان الاصابه، ده اللي كان اللقطه اللي خلت السوشيال ميديا كلها طبعا تكون فخوره بيك. يعني ايه اللي حصل بقى؟ اولا انا شايف ان ده لازم يحصل، بعيدا ان احنا كنا اصحاب ولا لا، بطولة انك انت طبعا مش اخلاقيا يعني انك انت شايف واحد مش قادر يدوس على رجله فتلعبه على الرجل اللي هو مش قادر عليه. هو انا برضو كان في اكتر من حاجه بتدور في دماغي، يعني هو انا ايه المفروض اعمله في الوقت ده؟ يعني هل المفروض ان انا اسيب الماتش؟ بس انا برضو مش حابب ان انا اخرج بالبطوله من غير الكاس، خصوصا والماتش كان لسه في الملعب. يعني 4-2 دي ولا حاجه، ممكن سيرف كوره تاتش كوره نت بقت 4-4، الماتش بقى في الملعب تاني. وانا كمان كنت متقدم 3-2، بس في نفس الوقت برضو انا مش عايزه هو يحس بألم اكتر، او مش عايز هو يقوم بحركة فجائية بحيث ان الاصابة تتطور بقى، يعني مثلا يكون هو عنده شد فيبقى مزق او قطع في الرباط الصليبي لا قدر الله او حاجة. فعشان كده انا حتى انا رايح اجيب الكورة بعد في 4-4 اقترحت عليه، قلت له نوقف احسن، انا خايف يعني، خايف عليك. فقال لا انا مش حابب ان انا استسلم. وطبعا هو دي برضو حاجة يحيى عليها يعني. فحاولت ان انا يعني حاولت، شفت لا قلت خلاص مفيش داعي ان الواحد يلعب على الاصابه، وجسيت كده النبض، لقيت فعلا هو خلاص يعني مفيش اي فرصه ان هو ممكن يكسب الماتش بالحاله اللي هو فيها. فلعبت على قد الامكانيات اللي هو موجود فيها دلوقتي، حاولت ان انا اوجه الكوره لرجله الشمال شويه، ما يبقاش بس الايد اليمين، خصوصا ان كده كده هو لو مفيش بالانس في الرجلين مش هيقدر ان هو يدي الكوره بالقوه الفلانيه. والحمد لله الموضوع عدى، ولكن انا كنت حقيقي يعني مش كلام للكاميرا بجد، انا كنت قلقان ان هو يكون في حاجه ممكن تاثر عليه لسنه او سنتين قدام. والحمد لله طمنت عليه بعدها. الحمد لله انا اليوم اللي بعدها على طول زورته في ليجوس، وهو حتى ما حطهوش في مستشفى بشكل دائم، يعني هو راح مستشفى شويه ورجع تاني بيته، وبعد كده طمنت عليه تاني بشكل يعني يومي، والحمد لله هو كويس. وهو بني ادم بجد بطل كبير وبطل رائع، وزي ما انت قلت هو فعلا من اعظم من الناس اللي لعبوا تنس طاوله في قاره افريقيا، ان لم يكن اعظمهم يعني.